ثلاث فتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة في منزل واحد. عائلة أحمد صالح حسين جابر، والذي عانى هو وزوجته لأعوام طوال من تحمل تكاليف فتياته الباهظة حتى أعياه الكبر، هو وزوجته، فأكبر فتياته المعاقات في 25، وأصغرهن في 15 من عمرها. اثنتان منهن يزحفن على الأرض ولا يستطعن الكلام ولا يملكن القدرة على تدبير أمورهن بأنفسهن. من الأولاد وست بنات، لدي 3 معاقات و3 الحمد لله بخيرين ومتزوجي 2. وديتوهن مستشفيات ولا؟ واحد مستشفى صرحنا عنه، قالوا ما لهناش لا علاج، وقفنا حياتنا معاش مستلم صرحنا واني جايين. ايش اشتغل ابوهن؟ ابوهن يصير قلنا لك بعض الاوقات يبزق، بعض الحين راقد مجلس انا وياه كذي، يصير دلي حق الحفاضات وحق الصابون ويرقد عمر. يعني ما عادوش قادر يشتغل؟ ما عادش قادر ولا ابو شق هاني اقول لك معناته الا اللي بيبزق بعد لا ابو بياره ولا اي حاجه اسر تعب عملهم. ومستاجرين؟ مستاجرين. كيف قادرين تسدروا الايجارات؟ ايجار لا عليكم والله ما هو ما يقصر، بعض الاحيان يصبر علينا وبعض الاحيان اها وبعض الاحيان كذا وبعض الاحيان كذا. تلمسنا احتياجات الفتيات فوجدنا ان ابسط الاشياء يفتقرن اليها، ووالدتهن تناشد أهل الخير مساعدتها في نفقات العلاج والحفاضات وكراسي متحركة لمساعدتها وللتخفيف من معاناتها، فهي لم تعد قادرة بمفردها على تحمل فتيات كبار عاجزات. 3 بنات اشتينا حفاضات اشتينا دهانات اشتينا جعالة اشتينا خطيرة من الحمام وصابون ودهان وكل حاجة. يحتاجن علاجات؟ يحتاجن علاجة. قد عرضتوهن على مستشفيات على كذا ولا ما انتم مش قادرين؟ عرضهم من نقدر ولا على مستشفى، اقوم اكلهم دبيخ واكلهم بعض الحين زبادي وبعض الحين خبزة وشاهي ولا قهاء. ما يقدرنش ياكلون لحالهم؟ ما يقدرون، يحتاجون صرف يعني لهم حفاضات ويعني معاشات لهم، لو قال لهم ونقول لهم علاجات على فور علاجات افضل بدي تعالج لها واحدة ولا اثنتين. للذي فاعل خير يدينا اي حاجه احسن الله عليه. تواصل على رقم حق التلفون. كم الرقم؟ 7373-8997-00. تتمنى أسرة أحمد صالح جابر من يمد لهم يد العون والمساعدة لتفريج كربتهم ومساعدتهم على تحمل أعباء فتياتهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد اجتمع لهم نزوح وفقر ومرض، فمن لهم بعد الله تعالى إلا الخيرون أصحاب الأيادي البيضاء.